السلام عليكم، أهلا بكم متابعي غنوتوكس. ضمن سلسلة حلقات وبرامج وواجهة كيدي، سنتعرف على برنامج ومدير ملفات دولفين. مدير ملفات دولفين هذا يمكنك من الوصول إلى ملفاتك وأقسامك والأجهزة على المرتبطة بالجهاز، ويمكنك من خلال مجموعة من الاختصارات والأدوات من الوصول إلى إنتاجية أكبر والسهولة في التعامل مع ملفاتك على الحاسوب أو على نظامك. هذه واجهة البرنامج. يوجد شريط على الجانب الأيمن للمعلومات وملفاتك في الوسط، وعلى اليسار توجد الأماكن أو أماكن المجلدات على ملف المنزل أو على مجلد المنزل، ثم الريموت الوصول إلى النتورك، وريسنت آخر المجلدات والأماكن التي عملت عليها، والسيرش فور أو البحث عن من خلال هذه الخاصية يمكن البحث عن الملفات أو المستندات والصور والصوتيات والمرئيات من خلال ديفايسز الأجهزة أو الأقسام المرتبطة بالجهاز. هذه الواجهة يمكن التحكم فيها والتعامل معها فقط من خلال لوحة المفاتيح. مثلا إذا ضغطت على F11 سيختفي شريط المعلومات على اليمين، أما إذا ضغطت على زر F9 سيختفي الشريط الذي على اليسار. كما يمكن إظهار فولدرز أو الخاصة بالمنزل من خلال الضغط على زر F7 وإخفاءه بنفس الزر. من خلال الأزرار أعلاه يمكن أيضا من خلال زر F2 الوصول إلى إمكانية تعديل اسم الملف. هنا مثلا عندما ضغطت أعطاني رسالة أنه لم أحدد أي ملف أريد تعديل اسمه، يمكن الضغط عليه والنقر على زر Rename the Templates مثلا. ويمكن أيضا الضغط على الملف أو اختيار الملف الذي تريد تعديله وضغط على F2 مباشرة. من خلال F3 يمكن قسم شاشة أو نافذة مدير الملفات والعمل على مجلدين مختلفين، مثلا Documents هنا و Downloads هنا، وأقوم بسحب مثلا ملف من Downloads إلى Documents مباشرة دون أن أفتح لسان جديد أو نافذة أخرى. ومن هذه الاختيارات عند سحب وإفلات يعطيك خيارات موف هير، يمكن هذا نقله أو فقط نسخة منه، أو رابط فقط للملف الأصلي، أو كانسل إذا أردت عدم إنجاز العملية. أنا مثلا أريد موف هير أو نقله إلى دوكيمنتس، سيتم نقل الملف بكل بساطة. للرجوع إلى ملف دوكيمنت نضغط دائما على الجهة المعاكسة، نضغط في أو أنقر في جهة الداونلود ثم أضغط على F3 لأبقى في دوكيمنت. من الاختيارات الأخرى هناك الضغط على زر F4 لإظهار الطرفية داخل هذا المجلد لعمل أي شيء في هذا المكان مثلا، أو تنفيذ ملف أو تنفيذ أمر معين. F4 مجددا لإخفائها. من خلال F6 يعطيني إمكانية التعديل أو رؤية مسار الذي أنا عليه، مثلا أنا Home Gnotox، وإذا دخلت إلى أي مسار آخر ونقر مجددا على F6 سيعطيني Home Gnotox Desktop وهكذا. من خلال الشريط الأيسر الذي هو عبارة عن معلومات وصور مصغرة لأي مجلد أو ملف أدخل عليه، مثلا Picture، أي صورة نقرت عليها ستظهر على اليمين، يمكن تكبيرها بهذا الشيء. كما يمكن أيضا من خلال هذا الشريط، شريط المعلومات، تشغيل ملفات الفيديو مباشرة دون الحاجة إلى فتح برنامج خارج. يمكن الضغط على الملف وتشغيله وتكبير الصورة كما تشاهدون، يمكن تشغيله بهذا الشيء. وهنا يعطيك إمكانية لرؤية ما وتود العمل عليه بدلا من أن تفتحه في VLC أو SM Player أو أي برنامج آخر تستخدمه. هذا يعطيك إنتاجية أكبر لهذا البرنامج.
يمكن النقر بزر الفأر الأيمن من أجل مجموعة من الاختيارات. من خلال هذه الاختيارات مثلا أختار أوتو بلاي ميديا فايل، يعني يقوم بتشغيلها تلقائيا، لكن أترك الإعدادات كما هي. هنا في الأسفل تجد مجموعة من المعلومات مثلا صيغة المقطع وحجمه وآخر تعديل أو آخر استخدام له ومدته ومجموعة من الاختيارات الأخرى. من خلال هذه النافذة أيضا يمكن مثلا أن تضغط على زر المسافة سبيس يعطيك مجموعة من الأدوات في الأسفل مثل قص مثل نسخ وقص وإعادة تسمية وإرسال إلى المهملات ومجموعة من الاختيارات الأخرى مثل فتحه مثلا في برنامج خارجي أو نسخ أيضا وفتح طرفية وإرساله عبر بيدي كونكت ومجموعة من الاختيارات الأخرى التي تسهل العمل على البرنامج. كل هذا من خلال أزرار لوحة المفاتيح التي تسهل هذه العملية لمزيد من الإنتاج. مدير الملفات دولفين يتيح لك جميع هذه الخصائص لتجعل العمل على حاسوبك أكثر سلاسة وأكثر سهولة. أتمنى أن تكون الحلقة هذه أفادتكم لتعرف على مدير ملفات دولفين. شكرا لكم وإلى اللقاء.